حفل عشاء يجمع ريال مدريد وبرشلونة في الرياض قبل مواجهة السوبر. استبعاد حارس المنتخب السعودي يثير مواقع التواصل الاجتماعي. استقبال كبير لعروس لاعب نادي النصر. هذه الأخبار نقدمها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. عشية المباراة الحدث التي تستضيفها السعودية الليلة، تواجد كل من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ورئيس برشلونة جوان لابورتا في مقر السفارة الإسبانية في الرياض من أجل حضور حفل العشاء المقام للاحتفاء بالفريقين المشاركين في نهائي كأس السوبر الإسبانية. ونجحت الرياض في استرجاع هذه العادة بعدما انقطعت لثلاث مباريات سابقة بين الفريقين بسبب خلافات رياضية. فور الإعلان عن استبعاده من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس آسيا الحالية، تصدر اسم حارس نادي النصر نواف العقيدي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل مع الهاشتاجات التي تتحدث عن الموضوع قرابة 50,000 معلق. وتحدث بعض المتابعين عن أحقية العقيدي في تمثيل الأخضر، سيما أنه لم يتعرض للإصابة وفقط قرار فني من المدرب مانشيني. احتشد المئات من الطلبة في مدرسة كابيس الثانوية بالعاصمة السنغالية داكار، كل ذلك لاستقبال عائشة تامبا زوجة ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي. وأظهر فيديو مئات الطلاب الذين احتشدوا لتهنئتها بالزواج من أكثر الأشخاص شهرة في بلادهم. تعرض الأرجنتيني أنخيل كوريا إلى السرقة من قبل 4 رجال ملثمين. اللصوص سرقوا مبالغ نقدية ومجوهرات دون أن يخلفوا إصابات.